السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصبحكم الله بالخير والنور. بسم الله شيء وارم هني، ايش اسوي عاد؟ اقولكم صبحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور، صلاحية ويترياني في الخيمة، وانا الله يسلمكم. اصبحت اليوم بخير وسهالة، ولا اشكو من ادنى تدون، مرة رقم واحد اموري طيبة وفي خير وفري خير. Good morning. How are you, my brother? خير؟ يا حبيبي ولا ولا منو؟ ولا ولا منو وراء؟ جني. جني؟ وين جني؟ هذه ما بجني، هذه دواركا. قلنا لي أنا جني باس ما بيصير. لا تعطيها، لا تعطيني شيء من ساماني. لا تعطينا، لا تعطينا، لا تعطينا. أدبيه، أدبيه أدب ولا تعطينا. لا تعطينا. Don't give him. I will kill you. لا. No. Don't give him. Okay. Now يلا. بتت. حرامي واحد. بعد تقول عنها جني. كيف صلاح تقول عنها جني؟ أنا جني. جني. وعلى كرم سيندا. بسيري في الناس ورا. اليوم أبوي هذا ريوق هاي حرارة الدنقو، وهذه حرارة القيمات. القيمات اللي تشوفون هذا القيمات زين زين، وهذا خبز بعد موتيل مال هذا المغرب، أظن من سميد، من سميد الخبز هذا، من سميد. ها ايش قاعد تستوي؟ هذا نوع زين، وهذا وهذا النوع الاخر اللي هو ما تعرف عليه اللي تيو ناكل اللي بديل اللبناني، وخيرات الله. هذا الله يحفظكم، ما بعسل، هذا دبس، دبس الفرد اللي جاي لنا من 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 صحن اللي انطرش من عند ابو مبارك، يعني الله يحفظه. عايض محل الصدف موازينها ساعات. شفتوا بالله عليكم؟ شفتوا موازين الصدف؟ صدفه لا شيء، شرفته صدفه. وين وين؟ صلاح متعني ومتصرف. أخ عليك، أخ عليك يا صلاح. أكيد. شفت الصدفة بالله عليك؟ معقولة؟ معقولة؟ لازم إنه يتعنى ويتصرف. إذا حق منو هذا حينه؟ أنا. وين؟ لا أنت اللي أصغر. هذاك هذا انت وهذا انا. شكرا. بشيركم مستشفى بارجيل ما قصروا، رسلوا لنا المسج انه اسم الدكتور نادر درويش. هل بي طالع صلاح ترى شو مسج عندك؟ هذا مستشفى بارجيل بيخلوني يكشف على ركبك، على ركبك دكتور نادر درويش. درويش ايه، هذا ما يقابل الا الملاعبين، الملاعبين لاعبين الكوره ويجون من اخر الدنيا اللاعبين، وكل حد هو اللي يتعبل منهم. وانت بدال ما يطالع اللاعبين احب يطالع عيونك انت. شو قلت؟ ايه قول له شكرا دكتور نادر. شكرا. رابو وين يعورك؟ هذا شوف ان شاء الله طقطق. هذا زين، من زمان يسوون طقطق؟ ايه انا صار لي ايه كرسي. حد تصلي على كرسي؟ لا دبي. هي راشد. نو راشد؟ شيخ راشد. شيخ راشد؟ مسجد الشيخ راشد؟ ايوه. مصلي في مسجد الشيخ راشد انت؟ ايه في دبي. ايه زين، وحطوا لك كرسي؟ ايه.
حد عرف عشان من قالوا كله يستنساني من كبار يوم جميل زين إزاك الله خير طوع مطوع متروس مطاوعة مطاوعة وايد هناك هي تحمسين ذات بيصيروا المطاوعة منو بيصيروا العية لوفرية لوفرية بو ما يصيروا مساي كبيرة زين هي مسيد شيخ راشد على ملعود هي على الجنة لازم بيسوي المسيد كبير حبيبي يا أقول يا مال الجنة الباردة هذا بارك الله فيك بمريا الادوابه له ما يقارب كم حفيظ؟ 8 ساعات ناقص اي 8 ساعات على ضوء ناقصه شوفوا نحط الصبح والحين غادي صافي مره صافي ما في ادنات الدون من الرطوبه فلذاك الحين غايه نحط الدواء فهذا وقت حط الدويات على ما تشوفون نحط الدواء ولين يصير وينضى تعتزل الخلاصه اللي هي الدويات تعتزل روحها يرد يصفو مثل قبل ما حطينا الدواء ماله ويازم عقب بعد على ضوء قاصر مدة وتتطفى عن الضوء ويازم أبوي عليه ينبخ الكنديشن لين بالباكر باكر بعد مرور 24 ساعة ينصب بدباب وغراش ويازم عاد التعبة أو البيع عاد خلاف ورا باكر ولا اللي عقبه على هالمنوال دحنا صافي أصلية اليوم بارك الله فيكم تاريخ 1/8 أمس خلصنا صب خدمة الدوابة واليوم بارك الله فيكم بعد مرور 24 ساعة بدأت الدوابة وحاليا ينصب شيء في غراش وشيء في دبار وما شاء الله الشغل ماشي على قدم الوساق تبارك الرحمن خير الرازقين حد أبوي يحط السكرات وحد يطوي وحد يقرطس وحد يخدم الدهن تفرق دوابتنا عن دوابت غينا انها ناضي ما فيها نسبة رطوبة يعني لو بيدور حولين ما عولت ما فيها نسبة رطوبة تفقد من الرطوبة كيف مدة الاستواء تزيد عن 8 ساعات على ضوء هادي تطلع الدواب من اروع ما يكون لك وللزمن 34 سنة على هالمنوال ما نحط حلبة ما نحط أي إضافات أي حافظة لها ها مهر مقص اليوم باخذ لك لا تستعير ما شاء الله ترتيب مالك رقم واحد ها على فكرة ترى حتى الروز ها تعال هذا حين الروز هذا كله قطع كله سيم ترى الروز والياسمين الروز الياسمين بيتم عنده حين شيء يسمونه بيات شتوي لين الحول لين مرة يتنسخ يفسخ شتاء من يبتدي يفسخ شتاء بيغني الياسمين والفل الروز الحين غايته يتقطع بالضبط الثلثين يتقطع ويبتدي في التسميد لبعد شوي تحت بعد ايوه شوي بعد تحت ايوه هذا كله يتقوى الاغصان اللي تحت هذا كله يتقوى ها كل هذا الروز كامل وبيغل لان انتاج الروز في الشتاء الياسمين والفل وهاي كله بويه الياسمين والفل هذا كله صيفي والروز شتوي الحين هذا كله بيتقطع شو الروز هاي كل كم اكبرها وبيغلب ورق جديد مع ظهور سهيل من يتقوى سهيل زين ما زين وتدخل البروده ابشروا بالروز المحمدي كل الورود تغدي فنان ترى شيء قسم شتوي وقسم صيفي شوفها ما شاء الله اللي قطع منه كم خف ها شوفها غادي يبدا كشيش طاحني ها يوم عدله فكذا تعدل ها شوف الروزه هاي كم ساكه ها طول الريال هذا كلها تتقطع ان شاء الله كل هذا بيتقطع بارك الله فيك يا شو اسمه مهر بارك الله شوف ما شاء الله على طول الريال اطول عني
اكسيد قط ابتدى عاد الحين تخلص تقريبا 70%. سحبة هذه كلها روز، كل هذا تعال تطمش عاده خلاف ان شاء الله، تعال تطمش ان شاء الله عقب شهر شو بيغدي. الحين كله موسم تقليم، انا اسوي الناس تقلم شويه، انا اسوي تقليم الجائر لاني انا احب تظهر الشيره بكل قوه. تحدون هاي زيتون، زيتون كانت كبر الهمباه متعظمه، ولكن ما شاء الله حس حيس. شفت البنادم اللي حلجون التواليت هالنمونه، عاد من يبرد الوقت في شهر 11 و12 تبتدي عاده بين فتره والثانيه تعطيه مركبات، تطعمه، تعطيه شويه اسمده بين فتره، هب كله مره واحده تكود له، لا خفيف 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 لين يصير بوي. ها شوف ما شاء الله الحين، شوف عنتر تنبيش اللي هو تهويه التربه تحت، ها شوف ما شاء الله الورق سليم صاحي، الاوراق كلها سليمه، شوفوا الاوراق كلها سليمه. شوف هالاوراق هاي اللي فيها الاصابه، كانت هالاوراق اللي فيها الاصابه، الحين بتظهر اوراق مثل خواتها، مثل الفرع الباجي. سبحانك يا رب، سبحانك، استغفر الله، سبحانك يا رب. هاي شو هاي الاصابه القديمه، هذا ترى مرض، هب من الشمس، لا اعواق امراض. شوف هاي الحين بيغل ورق جديد، لازم يباله رش دوري كل شيء مثل الياهل، شنتار ما شنترون الياهل، شنتار بعد هذا شير، يبى فقير، يبى حد يتعبى لمن ياخذ فيه ويه الله في ذمتنا. الحلال، الشير، الدبش، هذا كله نعمه وفضل من الله سبحانه وتعالى. اذا انك انت ما تحافظ عليه بيغدي، والله لا يغدي، كان ولد ولا حلال، هذا كله رزق من الله سبحانه وتعالى. الادم اللي ما يحاضي، هذه طالت اعماركم وتر ابل، تعيدونها هذه اللي كانت كبر الخيمه، ها اللي كانت كبر الخيمه، الحين طال عمركم وقت الازهار، ها توها بادي. شوفوا عاد الحين بتنتج قوتها كلها، بتحطها بالانتاج، فلذلك بتتعفرت بتستنزل. شفتوا اللي نازل عليها ماري وريها ري، اوف ما ميت، وريت تري البلاء وانتجت كل ما فيها. فالحين القوة اللي كان في الاغصان وفي الوريقات اللي من تحت كله بتظهره، بتحط حرته ابوي في الازهار والثمار ان شاء الله. بالنسبه للوتر ابل، لان هذا وقت ازهار الحين بتشوفون ان شاء الله من بعد اسبوعين روحي برويكم لكم عين تنظر ان شاء الله، اذا الله راد وقدر. الا كان شيء من الله فلا حول ولا قوه، نحن كلنا تحت الله، ما حد زين وخاطف. الله يحفظكم. في حال سبيلي زقرتني هالمبروكه، بمحمد يا بمحمد، قلت لها نعم، قالت اقرب ياي، داست لك شيء فنان، ما ودي انك تخطف من غير ما تاخذ جسمك، ها انا بالغه وزاف ورقم واحد، ها ما عليك الا تدق بس، دقيناها وطاحت. مشكوره يا الهمباء، مشكوره يا الهمباء. قالت بعد عندي هنتين ثلاث ميوتنهن عن مهر، ما باي سكني هباك الا انت ابوي، اتي روحك. ها شوف تبارك الرحمن، ها ها ما شاء الله ما شاء الله، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. شوف زاهبات ومره قالت ابدا، قادياتي غير مح. مشكوره يا الغالي، مشكوره. ها بعد ها قالت لا تتحرى الا تحت، خليك تلك حتى اللي فوق، ها يبان السبب. ما خن ريحة شي الخيلية، هاي همبا خيلية ريحتها تضرب في خمرة الرأس، هذا جليل يكون منها شيء موجود هم سنين. أعطني إياها واحد من بني شامس، ما شاء الله ترى ما بالله وحدة وهنتين، مشكورة يا الغناء، مشكورة. طب ما شاء الله، أيوة ما شاء الله تبارك الرحمن، هاي روح أكبر عنهن كلهن. مشكورة يا الهمبا، مشكورة يا البركة، جزاك الله كل خير، مشكورة ما قصرتي، أبدعتي السنة بنا كرمت. لو تبين حتى نسجيش ما ورد، لو تبين السنة نخلط لك ويا الماء ما ورد، ونمغر فيه بوي ريحة زعفران ونسجيش إياه، تستحجين الناموس أنتي، أنتي بركة ما شاء الله. كلهن قالن بس علينا إلا هي، قالت خذوا من جديد
فالكم طيب مالكم الا ليسر خطركم. نحن ابويه متقدم الحسنات يستوفي اليمايل مثل ما اكرمتينا نحن السنه بنكرمك. رد وقالت اها رد رد ورديت على مثل ثريه ترى بعد داست اللي وحده هنا فوق شوفوها ايوه حاضرين 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 المبروك يعلش تسلمين ايه يعلش تسلمين يعلم من هدانيات عظامها محرمات من لهيب جهنم يعلك يا الشامسي في الفردوس يعلك يا الشامسي عشان توفى الله يرحمه توفى توفى ولد شاب من هامل طحنته السيائير أما ليل اليوم ولين باكر الصيحة الله يرحمه اللهم لك الحمد يعله الجنة هيا نقولكم لا دمي ليل ليسوي شيء خير الواد انت تذكره تذكره والله الناس الطيبة ولا حد من العرب والله ما يذكر الطيب ولا المعروف الحمد لله يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام وانت ما تعرف تعكن دورك بتعرس وانك كيف بتعرس انت شو اسوي شو اسوي انت مينون انا مينون المينون والله اللي ما يعرف يعكن دورته كيف يعني رجال كم كبرك ما تعكن دورك تبي تعرس كيف بتعرس شو 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 سويت انا شو هذا مره ثانيه شو شو هي مقص انا ما بنا ما ادري بعد هي بتي وياك او وياها مقص ولا ما بتي وياها مقص العلم عند الله اول احمد اول اول احمد احمد عرس الحمد لله انت انا ما قلت لا 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 انا ما انا الحين تروعتي العروس وياها المقص انا شو اسوي زي قلت لها شك شو هذا؟ باع باع كسرة اوكي شارة قلت لها شكرا؟ عفوا شو بعد هذا؟ ايه صلاح ما اخذنا لك المناديل نسينا شو صلاح بتغدى عندي اليوم ها؟ ايه سمك مشواي اليوم هذا اللي سائل لا 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 حبيبي هذا مديل مديله ها مديله حبيبي بلاي مخبل قلابية هذه مديلها هالنمونه هذا بوكيت هذا بوكيت التليفون لا لا ما يبغى خلاص زين ابشروا بها وصلت الغزاله وصلت يلا يا 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 ياي تعال مرحبا بالغزالة مرحبا بالغزالة مرحبا بالغزالة مرحبا بالغزالة مرحبا بالغ يا سلام يا سلام يا مرحبا يا مرحبا بغزول والله مليون مرحبا زقر زقر حفيظ بسرعة زقر حفيظ مرحبا بغزول مرحبا بغزول مرحبا بغزول يا سلام سلم حافظ عليك يا غزالة شوف الله عليك شوفوا غزالة شوفوا غزالة شوفوا صليج عينها تبارك الرحمن ما شاء الله ما شاء الله عليك يا غزول حيد الأول واحد في دبي يسمون فلان ولد غزول ما يندرى بحي هو ميت الله أعلم به زقر حفيظ ما شاء الله غزالة أبوي متوفرة في سوق بوظبي سوق بوظبي الرسمي سوق بوظبي الرسمي سوق بوظبي الرسمي اللي في المينا شبرة بوظبي الرسمية موجودة أبوي الغزالة موجودة في سوق بوظبي في سوق بوظبي موجودة عليكم السلام موجودة أبوي في سوق بوظبي وبكثرة مش نادرة ولا إنها ما بموجود هذا وقتها وحين السم اللي في الدنيا كلها فيها شو ما شاء الله ها. تعال نزل تحت إيلس 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 شي شاهدني قصها ثلاث حزاز حزة من جددين ثلاث قطع زين شو تسوي انت شكرا زين ولا حس لا لا قطعتين قطعتين زين زين في النصيفة قطعتين قطع النص هذا حق اليوم وجددين حق بكرة مشواي يا ويلك تخرب أدنات الدوم ما بها مش هالوطن محرقة زين
زينه حق اليوم. وباها تنضى على دوبها على تاوه شوي 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 لين تصير وتنضى. رقم واحد تصير وبتنضى، رقم واحد لفها بقرطاس وخلها على قرب الضوء لين تتعارق روحها وتصخ زين ما زين. يلا احني بتلقط فيها حبل، حبل يا ويلك ان حركته وان صكيته الحين. وين يوم بتشويها درها بس بملح، غير ملح لا تحط شيء ولا اي شيء ثاني غير الملح. هي قصها هاي طريه فريش فريشها ما يبالها عباله، بس اقطعها وموصها بقطره ماء منخاري، ولا الحين اغسلها بس منخاري بمحاف وقطعها قطعتين وحط عليها ملح فقط. ما تحط هذا اليوم منها غدائي ومنها عشاي زين. يلا بارك الله فيك. كم وزن؟ وزن أربعة كيلو وأربعمية جرام. كم بيزات؟ 225. 225 الحمد لله زين. يعني أنت تعطيني أنا 125 وأنت ما تع... يلا 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 أنت تعطيني 125 يلا 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 تعطيني 100 ويظهر المعاش الشهر الجاي. يلا 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 سوي اللي قلت لك وسوي لها عيش أبيض. أخ عليك يا صلاح، أخ عليك، أخ عليك، ولا بمسح عاد هنا الفيديو، خلي العرب كلها تدريبك. اخ عليك اخ عليك بر 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 اخي. ها عبد القادر، عبد القادر هذا منو صلاح؟ اي انت هذا منو؟ عبد القادر صلاح منو؟ منو ما اعرف هو صلاح منو؟ عبد القادر لو انت هو هي هي خلاص ما عليه حبيبي. ظاهر من ضيج وتابع طريق، ظاهره من ضيج وتابع طريق، ما عليك جوكم زين. يلا يلا بس يلا وعيش ابيض وتحته حمسه بصل. اخر اليوم الساعه 3:30 هي لكني بتعبل منها من الحين، تعبل منها زين ما زين. يا ويلك القط فيها حريج، اريدها ناضيه حمراء ما بلاكيه. يلا شو حبيبي انت؟ انا بروح شوي بقى. شو بسير شوي؟ لا ما عندي شغل بالمحكمة عن أبوه. ما بس ما عندي شغل حبيبي، ما عندي شغل، بسير شوي، عندي شغل في مستشفى بارجيل، بطالة شو بسوي برد. هي شغل خاص حبيبي. وفاتش ثمها بعد ترحب. هذه غزالة وصلت قصوها قصتين من جدار الرأس حق اليوم. بحبلها دمامينها شو ما شاء الله لأنها طازة، وحب المشل يعني تبارك الرحمن. ترى المشواي بوي ما يباله إلا بس ملحة ولا يتصفط ولا شيات أبدا. ها قصها من طرف الديل هني قصة، وخلها في البراد، ما تخليها في الثلة في الفريزر في البراد لين باكر، ولا تغطيها تلحفها لا بأي الحاف. والحين ملحها، اغسلها الحين شوي عن الدم وملحها، ولا ترى القنقون نحن ما نعقه، نخليه القنقون نملحه يملح القنقون. ها شوف ما شاء الله الحبل تبارك الرحمن، وحطها مليحة وشوها شوي شوي. يلا شكرا، ثانك يو ويلكم. هاللي يقول لكم هوير القوايل، هذا ابوي له هوير الحين. انا ابوي الحين مهوير نص النهار طير ما يطير، نص النهار طير ما يطير، كان حدي هوير الحين القوايل انا مهوير. زي شو اسوي؟ ما عندي الشغل اللي هواي ضروري، ولا عندي شيء انا اسويه، ولا عندي شيء. قال لي اللي ابوي وقت ما تفيقت تعال. وحين ابوي هذا وقت فاضتي، ظهرت من بيتي طلعت زراعتي ما عندي اي شيء، قمت ريج ابوي الضحى وما فيه يو عادلين هالكذا، والغزاله روح واصله ابوي الضحى العالي. يا حافظ يا حفيظ على لكشة ما خرب نسام. اي نعم على حله زين. الله العظيم انا حركات حد يمدحنا. وصلت الله يحفظكم مستشفى باردين، عندي شغيل خاص ربي ان شاء الله اني بتوكل على الله، برد اخبركم عاد ليش جاي.
صورة مسعود بن حارب المحيربي الله يحفظه من قبل 40 سنة. حطيت لكم الصورة قبل وبعد، شوف سبحانك يا رب. يعني لجماعتنا اللي في أبوظبي، يعني اللي يعرفون ويعرفهم، مش للناس اللي ما تعرف، اللي ما يعرف غير عادة. كان أنا منزلنها لأن شخصية معروفة الله يحفظه في وسطنا نحن يا جيل، يا الجيل القديم، جيل الطيبين. هذه الله يبارك فيكم صورة لشاب إماراتي في مقتبل العمر، توه في عمر الزهور، يعني الله يحفظه ويبارك في من رباه يا رب العالمين. صورة راشد علي بن عبيد اليبهوني الظاهري الله يبارك فيه، صورة مشرفة تضاف إلى ملف دولة الإمارات المشرف في جميع أنحاء العالم، من الشباب المشرفين اللي الواحد يتباهى يسمع بهم ويعرف عنهم، كل كبير وصغير الله يبارك فيه، ماخذ بطولة سباق السيارات كارتج، كارتج السيارة الصغار، وماخذ البطولة في الصين تبارك الرحمن. فهذا إنجاز وايد كبير يضاف إلى الإنجازات العظيمة لشباب الوطن، وفوزه بهالبطولة يأهله أنه إن شاء الله يتأهل في المستقبل من يكبر إلى أنه يكون من أبطال الراليات الكبار في العالم، اللي إن شاء الله يحرزون بطولات ويزيدون دولتنا بهالبطولات المشرفة. الله يحفظه ويحفظ من ربه. بيصور وياي؟ لازم اصور وياي. نعم نصور وياك. زين اصورك عاد هالحين. صورني يا؟ هبا اصور فيديو بعد. شوف تحرر. ما شاء الله عليك. انت من هالوين؟ شوف. انا من هالبوظبي يا ابوي. وين بقعد؟ من سالم بن عتيج الخميري. والله والنعم. نعم. وين طايح؟ وين مستوي انت؟ مستوي بدارة المياه. طايح في دارة المياه؟ نعم. يعني من جيل الطيبين انت يعني؟ نعم طيبين. خمارة ما يبين عليهم ما شاء الله. عليك انت. اي حد من الخمارة ما يبين عليهم. شو نسوي عاد؟ الله يحفظك ويبارك فيك. خالد بن هلال بن محمد القبيسي، هذا ولد انت ولد منو؟ ولد لا ولد النوخدة، ولد النوخدة البحري. كيف حالك؟ الحمد لله وخير. ليش جاي بارجي؟ جاي بشوف دروسي. اشوف سوي تشيز؟ لا محمد حسين الخوري جاي من الحي. فمسول له النوخدة هلال بن محمد اليوم عازمنه على عشاء في الجاليريا. قال لي هلال تعال انت لكم ضروري صلي المغرب وتظهر محمد بن زايد، على الاقل يبالك نص ساعه ساعه الا ربع لين توصلنا. قلت له ان شاء الله، فان شاء الله بيكون اللقاء اليوم هناك في محمد في الجاليريا، عازميني على العشاء وبنتعشى ضربه. بمناسبه شيء مميز عاد تخيل، يعني جاليريا بمناسبه عوده الحاج محمد حسين الخوري ابو خالد من الحج. حجي هو استوى الاول سعاده الضابط، يعني الحين لا الضابط، يعني هو رتبة عوده عقيده ما اعرف لها. المهم من الاشياء اللي يعطوني سعاده. المهم عاد اليوم الحين الحجي طلق عليه حجي محمد حسين الخوري ابو خالد حجي. ما ادري عاد هل انه يدخل موضوع سعاده ولا السيد ولا ما يندر عاد، هل انه ما ادري كيف يركبون المسمى هذا على سعاده الحجي او الحاج. لازم يكتب الحاج له الاولويه. اي والله حلق قرعه، اول مره يحلق قرعه اصلا بحياته ما تتحلق قرعه. اليوم في هاليوم المبروك منومه بمتنومس، في هاليوم الفنان منومه بمتنومس، من شعب دوله الامارات اصبح ورقبته مب رقبة حوار. شو السبب؟ ناموس وطرب أخبار طيبة، كل طالع شمس تزيد أخبار زينة وتزيد ملفات دولة الإمارات رقي ونشاط ورفع وقار وناموس. اللهم لك الحمد. كم يسوى اليوم الأخبار اللي تتداول في الصحف والمجلات والنشرات والسوشال ميديا وفي التواصل الاجتماعي في كل مكان، خبر اختيار شابين
من دولة الإمارات أنهم يكونون رواد فضاء. هذا الخبر كم أثلت صدور الشعب، كم أثلت صدور الشعب. أسميك خلفت، أسميك خلفت ونسلت ريال يبيض الوجه. أسميك خلفت وبذرت بذرت ما تنعد كل بذرة إلا من عقبها، يعلى الله يحفظه ويطول بعمره هزاع. أسميك ما قصرت في تربيته، أسميك ما قصرت في إنشائه، أسميك ما قصرت ويزاك الله كل خير، يزاك الله الجنة اللي أسوى عن كل شيء في من وسخ الدنيا هذا كله. نعم إنك ربيت هالتربية الصالحة، هالشاب اللي رب العالمين الله وفقه وأصبح اليوم يشار له بالبنان، هذا كم يسوى، كم يسوى تربيتك الفاضلة لهالشاب اللي أصبح اليوم علم من أعلام الدولة. اللي بن عبدان بن خلفان المنصوري، لك الجنة، لك الجنة على الإنتاج الهائل، لك الجنة إنك أنتجت لنا هالبذرة الممتازة، هالبذرة المميزة، هالشيء الإنتاج الطيب، يعني الله يفرحك إن شاء الله في ذرية ذرية هزاع، إنك أنتجت لنا هزاع. هزاع يا أبوك هذا حين عازم من الناس اللي تفتخر بهم، يفتخر بهم كل إنسان في العربي ينتمي إلى روح العروبة فيه، يفتخر بهذا فخر. وأما عن طرف باكورة إنتاج النيادات فهي حافظ على هالإنتاج، يا ليت يوم يابت 45 واحد كان الدنيا بخير، ليت يوم أنتجت أبوي 45 واحد من هالنون. فسلطان بن سيف النيادي، هذا روحه يا أبوك حينه، هذا روحه يا أبوكم. أي حد اسمه سلطان، أي حد اسمه سلطان، من عقب اختيار سلطان النيادي بحينه كل سلطان ارتفع شانه، كل اسم سلطان واسم سلطان مبونه مرتفع شانه في الدنيا العود. فما بالك حينه اختير اسم سلطان كرائد فضاء. يا سعد حظكم يا النيادات بهالانتاج، يا سعد حظكم، يا سعد. هذا يوم يقولك حد مدعي لكم بوي ليلة القدر، خطفة ملك. اللهم اطرح البركة فيهم وبارك فيهم وفي ذريتهم يا رب العالمين، وبارك في أمة محمد أجمعين، واطرح البركة في أولادنا أولاد المسلمين أجمعين. توني يا توني خص الله الوجه يا توني. اليوم عاد الغداء لا بد ولا عذر من الدهينة والخل الحولي. أول بادي الخل الحولي، ها ريحة، هذه طريقته الخل الحولي. خلصنا منه عقب من الدهينة لا بد ولا عذر، كل شيء ترى ولا شيء، ها هذه الدهينة، هذا عاد اليوم يوم المشواي، ها حين هذا أول بادي. وهاي الله يحفظكم الغزالة، هذه هي الغزالة، ها مشواية ورقم واحد. تبارك الرحمن، يا سلام. صدي يا هني، تعال هني ركب الكاميرا. أيوة. يا سلام سلم. شوفوا الحبل، وهذا أبوي بلح كنتية الغزالة، شوفوا ما زينة، سمين ورقم واحد. وبلح هياي بتول ما بياي يزم، لا بتول يطيح. وهذا عادة وين المطاميط هذا والبطن، هذا يوزلي هنا شمنه لأنه شبعان من الشحم، فشحمته جالتنا ما بلا شاوتنا جالتنا. شو شغدي أبدا ما يبالي كلام يزيمة هالكبيرو. صورين تحينا وشويون من الحبل، شويون ريحة، واحد واثنين وثلاثة. هذه هبتكود عيوش، لا وحدة. ها بسم الله الرحمن الرحيم. اسمها سمشة الغزالة
بالعربي وبالانجليزي رينوسنس، او من الاسماك الزينه، لكن ما بتروم يعني دوم تاكل منها، شويه ثجيل او ما فيها المتعه. نعمت الله كلها زينه زينه، انما بتروم يعني تاكل منها في الشهرين مره على التوحات، هي نعم على الطوائل، لكن يوميا ما بتروم. يعني الشنعة تروم تاكل منها يوميا ما تمل، كان مرقه ولا صالونه ولا مشواي يا غير الغزاله، تروم في اسبوعين 10 ايام ودي ولا شبه ودي، مشواي ولا فوقه ولا 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 مرقه ولا صالونه على هواك، يا غير مشواي شبه يومي ما بتروم. شويه تستثجلها وبلحها ثجيل، شويه بلحها ثجيل، ما بيايق انك لذيذه هي، يا غير ما تروم يعني مش من النوع المميز اللي واو بتدوخ عليه. مبشرات صافية، الزريدية، القابطة، البديحة، النيسرة، لا الشعري صغيروني، الكريديس، لا يعني يرد طعمها مثل طعم لينمة، طعم البلح بلحها شرات طعم بلح لينمة العودة، بلحها شرات بلح لينمة. الحمد لله نعمي بالحمد والشكر، نعم نعمة زين. منو يعني الله يحفظ. أول شيء سلام عليكم ومساكم الله بالمازين، سبحان الله. أقولكم مدي أبصرت العين، استعزمت المنو في الصاروي، استعزمت بيت أبو سليمان الحساني. شو اسمه أبوك؟ سعيد. سعيد زين، وحين عندي ولده سليمان بن سعيد الحساني، هذا رياح. السلام عليك. عليك السلام. كيف حالك؟ بخير وصحة. كيف انت؟ طيب والله مليون مرحبا وسهلا. الحمد لله. شفت صديقك؟ يا الله شفته بالله عليك؟ اشوفه متسمت تسميته. الله يحفظك. اقول كم الرجال هذا جايب هذا الشيء، هذا الله يحفظكم، جايب لي كرت دعوه عرسهم، عرس ولدهم في عام زايد. شوفوا انتم، شوفوا بني حسان كان حد يروم عليهم. حسان مناسبين ابويه نيادات. يا سلام يا سلام. هذا الكرتشي حينه بعد بعد هذا من هذا من خاري وهذا من داخل. يا سلام سلام سلم. يا سلام العرس عائلة سعيد خلفان علي الحساني ومحمد عبد الله الشامس بن قوال، محمد عبد الله بن قوال، محمد عبد الله مصبح بن قوال النيادي. هي المعرس احمد اللي شفته انا هاك اليوم، ما شفته انا احمد، احمد عاد ما شفته انا والله. ايه قرب الله تبوك ما كم جايب من العيال ما شاء الله عليه. ما شاء الله، قلت ما شاء الله. الله يحفظك. بيسمعك ترى، قول والله حد يسمعه. ايه ايه سامحني عاد اسوي مغيلة خليت منك. يلا الله يبارك ان شاء الله. هذا العرس بيكون يوم الجمعه تاريخ 14، عرس الله يحفظكم بيكون تاريخ 14/9/2000 في صاله الظاهر للافراح العيد للرجال بعد صلاه العصر وللنساء الساعه 8 مساء. مشكور يا سليمان. لا لا فعليك. هل تتوقعون اني ما بحضر؟ لو أسير أحبه على يدي ما هون عليه. نعم ما والله لي إلا كان شيء من الله لا حول ولا قوة. عيوني تيكم أنك هالوصلة وهالي من دار لين ديرة وما بي وياي بلي هالكرت المميز وما بي 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 يا أبوك اللي شاف أمك وأبوك. والله يا أبوك يجي على رمش عينه هي غصب عنه ما بعلى هواه. لا والله أنتوا ناس ياويد وخيار وناس طيبين وجيتكم وكرمتوني وحشمتوني. كيف يعني ما يجيكم؟ أتيكم عيوني صراحة بسير وياي العراح، تراك معزوم العرس. هب يوم العرس تقول ما بسير في العين في الظاهر في الظاهر هناك في صالة الظاهر. صالة الظاهر العصر يوم الجمعة بيكون. ها هي يوم الجمعة. شو رأيك صراحة؟ أنا بكون قدامك، أنت بتي وأنت بتتعرف متى تظهر عقب ما تصلي العصر. شو رايك؟ لا لا ما بتصلي العصر، بتصلي الظهر. صح
كيف 40 دقيقة؟ مو بعيد مني. ليش؟ للعين؟ 40 دقيقة. لا ليه وليه صارت الظاهر؟ الظاهر من الآن حطها 10 دقائق. بس خلاص. 50 دقيقة، أنت وأسد. إيه لك أنت تتلبس تغني فنان. أبونا فنان هو ما شاء الله عليك. يعني الله يبارك فيك. العرس زاهر والقاعه محجوزه وكل شيء زاهر. شو هذا؟ ما ادري منو مزيغنا قال لنا العروس بتجيب المقص يوم بتدخل. لا لا منو هذا راحت عليه؟ عبد الحمال اول عريس. لا 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 يقصون عليه صلاح ما يبونك تعرس هاي الملاعين. انا هذا قلت انا اللي قلت؟ هو قايل؟ ايه ما كذبت. لا 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 وين خش هذا قلت؟ وين خش هذا؟ لا ابو محمد ما يخص من نوعي انت انا قلت والله مليون مرحبا مليون مرحبا مليون مرحبا مليون مرحبا بسليمان يا زين عييلك على الله يحفظهم ما شاء الله عليهم تراولي كني اشوفهم الحين بيونك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ما لنا غنى لا عنك ولا عنهم ولا عن ابوك ما زين الا امك ما خفطينته ما خفطينته كل هالعرب ماتت ابوي على امك وعلى ابوك حاسدين اني جالس عندكم حاسدين ظاهر وصلنا سليمان خاري ولقط لك هاي الحرمه ها تعالي سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم لزلانه صافي شيري دبتي حينا ها شيري اريد سمن سمن زي سيري داخل ابي هناك بيعطوا لك سمن اوكي يلا ثانك يو شو اسمك انت ما سمعت ها ديوي هاي ما بهني هناك سيدة ها كيتشن كيتشن امشي عادة امشي على بيض هذا الله يحفظكم راشد حين ابو يالس هو دريول هو فورمان هو قصاب هو حلاب راعي زراعة كل شيء نحن ابوي ما عندنا حد ابوي له خدمة معينة عليكم السلام راشد كيف حالك ها ما شاء الله ما شاء الله كم بيرسنت الحين خلاص الحين 5 خلاص اها ورا 2 وين الحين هذا واحد لاين هي. من برا كامل خلاص وين اي طرف هذاك طرف اخر كامل ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الحين تريد داخل هي بارك الله فيك طرفين قوس زين هذا وطرف داخل زين بارك الله فيك شكرا يا راشد شكرا ترى خلاص الحين من يبرد شوي البراد خفت حروره الشمس حدته يعني هو من تحت 45 ماشي مشكلة لأن في القيضة توصل فوق 50 فلذلك نحن تروع من هاي فوق 50 هي اللي تحرق الزراعة ولا هو مالها فالحمد لله رب العالمين تعدينا مرحلة الخطر وترجع المياه إلى مجاريها ونشر عاد حين هذا العازل هذا العازل كان 70% عازل حراري عن من أشعة الشمس ولله الحمد الله يسر وكانت فكرة جميلة مع الرداد والحمد لله شكرا يا رشيد شكرا ثانك يو فيري ماتش هذا انزين لازم يعني على طول شغل ما دين ما يجي انزين الحين شو تريد انا اريد بس انا اريد هذا واريد نال انزين نال مرشو مش هذا اريد جوتي جوتي هاي على كيفك اوكي ان شاء الله بارك الله فيك اوكي مشكور والله ثانك يو ثانك يو تعال شو اسمك انت قلتي على اساس اني بظهر الساعة 7:30 موعدي اظهر يتريوني الجماعة وتأخرت عليهم زي شو اسوي؟ ترى 7 يدنا المغرب 7 الا 10 ولين تصلي وتلبس عين من الله خير بعد موعدها مو خالف هذا حجي محمد حسين الخوري ابو خالد عزيمة على عشاء يوم يتم قالوا والله نحن جالسين في الكوفي شو اسمه؟ قالوا هذا للتم وحين صار ليديز اليوم نحن جروب الحين هم ما يدرون اني اصورهم لاني قلت اني اصورهم كل حد بيتعدل ويزين وقلت في خاطري كذا تصوير عادي لكن اظني الحمد لله للحين ما حد عرف زين هذا الله يحفظكم مثل يلساك يعني هالبيت مثلا محمد الخوري محمد حسين الخوري خالد وهذا هلال بن محمد الخوري وهذا تقريبا جاسم جاسم الشيخ يذكرون لبوبة الشيخ عده هو شيخ طوع شيخ كيمياء شيخ تفكير شيخ علم شيخ دين الله أعلم وهذا خلف الحماري خلف الحماري هذا ها ها
هاي نك نيم صاير عليه فيذكرونه شيخ جاسم جاسم الشيخ الشيخ جاسم صار عليه الاسم من سنة دقيانوس ولا هو براشد الله يحفظه جاسم السويدي وامورنا طيبه في هالمكان الزين مع هالشباب الطيبه هذا ابو خالد وهذا هلال يا ربي كم مره الحين عندنا الموضوع وهذا اللي قلنا لكم عنه هذا امس ربعتنا في لندن وياه ما يقارب خمسة ايام انبسطنا هم مع قوم ابو حمر عين سعيد ومع ربع مسلم ما شاء الله بتحيدون الحمام هذا هالويها خلف الله يحفظكم حاطين الشباب شارات المحايا هذو محايا اول ما يلقف الهامور يلقف المحايا فهم الحين انا كلهم شباب عاديين كان هو ملفت للنظر في طيب كلهم والله والنعم يلا كلنا كذا يلا هاي تنسين صلي انا وخلف نسين خلف هاي الصلاه يلا يا مال الجنة الباردة يا مال الجنة الباردة يا مال الفردوس الأعلى يا رب العالمين انك تغفر له وترحمه تريوا اقولهم صبروا بعرف شو اسمه هذا بيودون ابوي بيعشونا في هالمطعم كذي جايبيننا من فترة اظني مطعم فرنسي هو كنا ما بلا واحد اثنين مرتزي مع علي راسي ياخذون الاوردرات هذا بقول لك ناكر ونكير تعرفون عاد انتو ناكر ونكير مع علي راس بن ويرتزون لا هلا المحاسبين عياسين حاسبون ويلك ابن الله يا ويلك انت لازم تعرف كأننا قمني طالعني بعين بغادي ولا يترى وادي شو ظنك والله من المفروض يعني ملحي حين هو ما بلازم يجونها من وقت عن أبوها في الدنيا جايين قبل الآخرة ما فيك حيلة ما فيك حيلة يا أبو خالد بسم الله عليك الرحمن الرحيم أنا أبو يا أبو كلوب عكفي أبو حمدون مطعم المنير في أبو حمدون ها على هالحالة قطعوا الطماط حطوا عليه فلفل أسود ومليحة وريحة زيت زيتون قطعوا وكلوا بس اللي تخبروا عن المحل مال الفطير فطيره هل يتريق منها في لندن ابوي انا ما اعرف اسم المحل شوف من تظهر مويه الريال جاردن تخلي يسارك ترى الهايد بارك يمينك كنزلتن هاي ستريت من عقب الفندق الريال جاردن ثاني بنايه قبل ستاربكس قبل ستاربكس عليك اليمين بتلقط اول مخبز علامته فوق حمراء من تجبل بتلقط فطيرتين وحده حلوه وحده بالمالح أم السمسم البن الأسود والسمسم الأبيض هذه بوي هي فطيرة فيها أنا وعند المحل اللي خبركم وين على ما نعدكم شكرا أبو محمد حسنا على شكرا حسنا أنا وأنا شكرا على حسن الاستضافة أبو خالد شكرا شكرا جزيلا سعادة الحاج سعادة الحجي محمد حسين الخوري الله يجزيك يا ربي الطوع مكثرة هذا كل يا ربي استغفر الله العظيم